الله أعلم. تفضل. الإجماع الثاني عشر: وأجمع على أن الماء الكثير من النيل أو البحر ونحو ذلك. النيل المعروف يعني في كتب الفقه عند القدامى. هذا في كتاب الإجماع، لكن في الأوسط قال مثل رجل البحر ولم يقل كلمة النيل في كتابه الأوسط. لم حتى تحسدنا عن النيل كمان. لا لا النيل النيل غني عن أن يعرف مثلي به يعني. جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يديم علينا النيل نعمة يا رب، ويجري ماءه دائما بالخير. لا في هذا البيت الشاعر: مصر يا أم البلاد أنت غيثي والمرادي، وعلى كل العباد كم لنيلك من أيادي. مردود على صاحبي. من أي ناحية يعني؟ أم البلاد مكة. أم البلاد مكة، لقوله تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها. طيب كل عاصمة أي بلد يقال أم. أم جمهورية مصر القاهرة مثلا. هو قصد بها أنها أم البلاد في الدنيا، ويقصد أنها أم البلاد كأم الدنيا يعني. تسمى أم من نبيين الله عفوا في أمها رسولا، فكذا ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، يعني أمها يعني العاصمة. فمن يستحب البقاء في المدن الشيوخ والدعاء الأولى أن يكونوا في المدن، لأنه في المدينة يأتي الناس من كل العالم، إذا كانت الحكومة تحاربهم كان في القصر. نعم نعم. ويكمل لسه الآن يعني، قال مصر يا أم البلاد، نقول أم البلاد المحيطة بها، لكن أم القرى عموما مكة، فلا ينتقد من قال أم القرى في الدقالية هي المنصورة مثلا، يعني عاصمة المكان. أم القرى في الغربية هي طنطا، أم القرى في مصر كلها القاهرة مثلا، فكده. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها عاصمتها، ماشي. لكن أم القرى ومن حولها، أم القرى مكة ومن حولها البلاد المحيطة بها، نعم. لكن مصر أم الدنيا دي ما عرفناش مستندها. نرجع فنقول مصر يا أم البلاد أنت غيتي والمراد، إيه رأيك؟ غايتي ومرادي رضا الله عز وجل. غايتي ومرادي ارضاء الله سبحانه. وإن كان يقصد يعني أنه يحافظ عليها فنلتمس له عذرا. لكن الأصل أن غايتنا أن نرضي الله عز وجل سبحانه وتعالى. من حزب النور عامل كده بيت شعر، مش أقول إيه، من أجلك عشانك. نعم بس يا غالية اتأسس حزب النور. عشانك بس يا غالية اتأسس حزب النور. لا بس اسكت. بس بمعنى فقط، هل بس بمعنى فقط في اللغة العربية ولا بس بمعنى اسكت؟ ما طلع بعدها أنشودة تانية بحرب الأنشودة الأولى، يعني هو يقول الشاهد من الكلام أن أحيانا تكون أبيات يعني الخلل العقدي يتسرب إليها. من أجلك بس يا غالية، انت كده ما عملش حاجة لله. قل من أجل الله، من أجل نصر دين الله. صدق في مقال ان حزب النور تأسس ليه؟ من أجلك بس يا غالية، مش من أجل حزب الله يعني، أجل نصر دين. نعم نفس المعنى الباطل، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، جعل القدر تابعا لإرادة الشعوب. أكمل مصر يا أم البلاد أنت غيثي والمراد، أكمل. وعلى كل العباد كم لنيلك من أيادي، كم لنيلك من أيادي، من أيادي بفضل الله والذي سخر النيل. ماشي ماشي كده ماشي. ننزل نلاقي البوكس تحت. تنزل تلاقي البوكس فين؟ دور البيت. لا ان شاء الله الحمد لله علوم اكبر من كده شوف. نعم تفضل يا عمر. اقرا الاجماع مره اخرى شيخنا.
أقول الإجماع مرة. قال وإجماع على أن الماء الكثير من الليل أو من النيل أو البحر من النيل أو البحر، وفي لفظ من الأوسط قال من رجل البحر، يقصد القنوات الممتدة منه أو الفروع. نعم. ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله ويتطهر منه. صح. نعم. حمامات السباحة التي في البيوت والتي في الأماكن العامة، كل الأطفال ينزل يبولوا فيها، تلقاهم ما بيستحمى يبول ولا حد شايفه. أطفالوا البعض يعني ألا يتقزز منها يا جماعة؟ يتقزز منها ولا؟ يحتسبوا لذلك فضعوا مواد مطهرة فلا ترزق النفس برضو يعني. ماشي. الآن استحدثت أمور يعني إعادة تدوير مياه المجاري أصبح الآن منتشر في عدد من دول العالم، إعادة تدوير مياه المجاري، فبعض الدول بتجعله في سوق النباتات فقط، وبعض الدول تقول خلاص استحالة ويصلح للشرب، لكن يصعب جدا طبعا لك. تفضل. نعم. لن أشربه أبدا. تفضل. الإجماع الثالث عشر. وأجمع على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به. يعني سؤر العنز، سؤر البقرة، سؤر الناقة، إجماع على أن كل ذلك طهر. السؤر الخارج من الفم. نعم. أي النوع المتبقي بعد شرب، لكن الصور نفسه طاهر أو غير طاهر، يعني لا حسك الجمل بلسانه لا تستطيع تقول نجس. دخل في باب جديد. جزاك الله كل خير. أنت جزاك الله خير من شيخنا. الصيام غدا الاثنين، يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والصائمين والصائمات، الصائمين والصائمات، التائبون العابدون الحامدون السائحون. ما معنى السائحون يا محمد الصغير؟ الصائمون. هنيئا للصائمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. في ورقة يا جماعة.